دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم ونرحب بالأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد اللي بتنضم معانا على الهواء. صباح الخير أستاذة أنيسة، يعني بنبارك ليك التكريم امبارح، وكلمينا بداية كده بطاقة تعريف للناس مين هي أنيسة فريد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنيسة فريد منصور، اتكرمت امبارح مع الرئيس والحمد على الجمهورية، وأنا إن شاء الله يعني الحمد لله رحلة الكفاح بتاعتي يعني كانت ناجحة وكان كلها ظبط ومواقف صعبة وربنا يعني طبعا كان المشهد امبارح، يعني حضرتك وكمان كل الامهات المثاليات، كان مشهد بيدعو للفخر وبيقدم كمان رساله لكل الامهات في مصر انه في نماذج ملهمه ونماذج قادره على تحدي الصعاب ومواجهه تحديات كبيره للحفاظ على الاسره، لبناء اسره صالحه في المجتمع وكمان الاسره الاكبر المجتمع المصري. فالحقيقه حضرتك نموذج ملهم للسيدات المصريات بشكل كبير. انا كنت بقول لحضرتك انه يعني وانت في سن صغير لقيتي نفسك مسؤوله بشكل كامل عن اولادك، يعني بما ان جوزك توفى وانت لسه صغيره في السن، احكي لنا عن الصعوبات اللي مريتي بيها. الصعوبات اللي مريت بيها صعوبات مرت عليها كتير في حياتي، والحمد لله عدينا الصعوبات دي بامر الله وثمن رب العالمين وبمجهودي، وكنت دايما بدبر اموري واحاول ان انا اعمل حساب للايام اللي جايه وعلى قدر المستطاع كانت تعدي الايام وتعدي السنين، وتحملت وصبرت والحمد لله. طب استاذه انيسه، اهميه التكريم امبارح، شايفه لحظة انه السيد الرئيس بيكرم حضرتك وانه في تكريم للامهات المثاليات، بتعني ليكي ايه هذا التكريم او هذه اللمسة من السيد الرئيس ومن الدولة؟ الحمد لله كنت سعيدة ومبسوطة، وربنا سبحانه وتعالى كان لازم في نهاية الامر كده يكرمني بحاجة بسيطة في الدنيا، وان شاء الله بطلب الكرم الكبير من عند الله سبحانه وتعالى بالفردوس الاعلى باذن الله وربنا يتقبل. كنت سعيدة وفرحانة ان انا يعني بسلم على الرئيس وخدت الوسام والشهادة، وطبعا ده فخر لكل ام مصرية بتكافح وبتصبر وبتجاهد، ويا ريت كل البنات الصغيرين اللي متجوزين يتحملوا ويصبروا ويسندوا رجالتهم ويكافحوا ويبقوا على نفس المستوى المسؤولية، والصبر والمجهود بيوصلوا للنجاح. طب يعني رسالة منك يا أستاذة أنيسة كده للبنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. المسلسلات اللي بنتفرج عليها دلوقتي؟ لا، البنات اللي رسالة من حضرتك للبنات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، يعني أو الأزواج عامة بشكل عام، السيدات اللي بيتفرجوا علينا إزاي النهارده، يعني انت لسه بتقولي اقفي جنب اقفي جنب زوجك، رساله من ام مثاليه لكل ام لسه صغيره في السن دلوقتي تتفرج علينا بتمر باي صعوبات، طمنيها يعني قولي لها. انا قلتها كتير ان يتحملوا ويصبروا، وكل واحده قوتها على قد دخلها على قد دخل جوزها، وتحاول تعمل مشروع وتحاول تفرض نفسها في الاسره نفسها بانها تكون بتشوف باب يدخل باب رزق حلال تكمل بيه مع جوزها. والمشاريع كتيره، الناس كلها بتشتغل. الف مبروك ليكي، يعني الام المثاليه الاولى على ربنا مستوى يديهم جميعا الجمهورية. يا رب. نشكرك استاذه انيسه فريد الام المثاليه الاولى على مستوى الجمهوريه. شكرا استاذه انيسه، ربنا يبارك يا رب كده في عمرك ويعني يزيدك من فضله دايما.